عارف نجرني انت راك بدون دار ولا حتميه انت معليش انت جيت مغترب ما عندكش ما تعرفش طريق فهم ما تعرفش طريق بصح تعرف كود لاروت فهمتني تعرف كود لاروت باللي هذا صارت مخصص غير لحاله لي زاكسيدون حاله لي اونبان فهم انت في هذه الحاله ماكش اونبان فهم في هذه الحاله راك تعرض نفسك للخطر وراك تعرض السواق هنايا ثاني معك للخطر راك تشوف العرقله اللي راك دايرها كان يصير في الجامع ما عرفوا وين يمشي قال لك انا 16 كنت قاري سيدي خلفوا الجامع باش قطعوا لي كل الروت وجاوباني قطعوا منا ما لقاش منين صح انت ما على بالكش بلي تعرض حياتك للخطر كي وقت صار انا كي قاري انا خايف قاري وخايف يترتب على المخالفه تاع الوقوف صارت الاستعجالي دون ضروره حتميه 3000 دينار جزائري مع السحب الفوري لرخصه السياقه مع قدره على السياقه لمده 10 ايام في اطار ضمان انسيابيه حركه المرور تسهر مصالح الامن الوطني على مواجهه ظاهره عرقله حركه المرور من خلال التخفير الغير العادي للسرعه خاصه عندما تكون الطريق مفتوحه للحركه عدم الالتزام بالرواق المناسب عدم احترام السرعه الدنيا بالنسبه لاصحاب حافلات نقل المسافرين كما نشوفوا هنايا في طلعه تاع المحول تاع القبه بيرموند رايس يشكل بزاف عرقله في الايام العاديه نشوفوا باللي المحول هنايا يطلع برواقين بصح نشوفوا بزاف السواق يخرجوا حتى للرواق الثالث هنايا الرواق المخصص للسواق اللي يروحوا طريق الجزائر وهنايا يتجاوزوا هذا المثلث الفاصل باش يدخلوا للمحول اللي يطلع غير برواقين فقط هنا في حالة ما إذا يغيب الشرطي كما رانا نشوفوا أمامنا نشوفوا سيارات يجوا حتى المثلث الفاصل هذا اللي راهو ويحاولوا يدخلوا من هذا الشيء وهذا الشيء راهو يسبب في عرقلة حركة المرور يعني ويسبب اختناق مروري اللي راح ربما يصعب المأمورية لسائقي المركبات وحتى ربما سيارات الإسعاف ولا سيارات الحماية المدنية يعني احنا من هنا نوجه نداء لسائقي المركبات انهم ما يتخطاوش المثلث الفاصل ويدخلوا الأقصى اليمين يلتزموا أقصى اليمين باش يخرجوا من هذا المحول السلام عليكم اش راك الاخ العباد علي شاطينا وثائق المركبه من فضلك شوف 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 واش داير على القلم وراك شوف في المرايا شوف واش داير عباك واش لازم لك هكذا عباك واش نديرو لك هكذا نسحبوا لك رخصه السياقه بطاقه رماديه ونزيدوا كذلك دوك للمحصر انا انت راك مستصوني فوق راسي استصوني على شارة الاستعجالي وزيد كذلك طلعت فوق راسي كما نشوفوا هذا المخالف انا يا سياره نفعيه او شكلنا عرقله كبيره بزاف كما نشوفوا هنايا ومتوقف عنده مخالفتين متوقف اول حاجه متوقف على شارة الاستعجالي اللي شكل بزاف عرقله مروريه وكذلك متوقف فوق الرصيف مخصص للراجلين في هذه الحاله واش نديرو هنايا نسحبوا له رخصه السياقه ونسحبوا له البطاقه الرماديه مع امكانيه الوضع في المحشر لانه متوقف فوق الرصيف السلام عليكم الاخ واش راك لاباس الحمد لله ربي يعينك تمام لاباس وقف المحرك باش نسمعك ايوا ما شاء الله طل منا طل انا فارس سركال طل منا طل سنة خلت شو طل شوف اي شوف سركال انا واش درت شو سركال طلعت فوق طروطوار كل حال وشريط استعجالي هذا موش شريط استعجالي راهو هنايا ممر خاص للراجلين وراك متوقف في مكان يعني ما لازمش تتوقف فيه وشنو السبب اللي خلاتك توقف والله خدام معايا باش نديها معايا في طريقي باش ما يجي طلعش بالموطو تعرف
تماتها ثمنتهم عيطت في التليفون خذ لعندي نطلعوا ديمارو ديالها. بصح راك سببت عرقلة حركة المرور وتقدر تسبب حادث مرور هنايا. غلطة على بالنا بلي صاحبك تبغي وحاب توصلوا للدار ورونديت له سيرفيس، بصح ما تنساش انه تاخذ بعين الاعتبار بما سلامتك وسلامة سائقين الطريق. سي فري كل حين صن ديما نسوق للناس ما نسوقش الروح ولا كل. كان عندك حل واحد اخر انك تدخل. اه انك تدخل ولا تستناك هيك قدام شويه شامونر توصيل الجايه. اذا كنت خضر اذا كنت خضر الجايه بينسى الفوريير برك على بالك. اه على بالي فوريير كواط راحوا. تتعاود ان شاء الله الدنيا رفوع احنا نقولوا ان شاء الله. سبابك هذاك هو ياك انت هو سبابه. والله يا خويا واش نقول لك انا شوف قلت له عيط لك قبل ما تلحق عيط لي باش نخرج لك ديرك صات فراكسيون سي بوندي اخوتي. هي غلطه انا ما نقولك ما راش غلطين غلطه. حاكمك الشرطي حكمنا الشرطي والله حكمنا. وقفناك لهيه في لاستاسيون دي طاكسي لاستاسيون دي بيس ولا ستاسيون دي بيس مخصصه فقط للحافلات وانت طاكسي انت عندك دفتر النقل وعندك رخصه الاستغلال فهمت ماشي كيما هما عندهم خط السير هما عندهم خط السير بون وقفناك انت قلت لنا بلي السياره تاعك راهي بسخون وحنا بعد المعاينه وشفنا المؤشر تاع الحراره بلي راهو متوقف في النصف معناها السياره ماهيش في حاله تاع الحراره معليش لحد خليني نكمل برك الحجه تاعك ضعيفه الحجه تاعك ضعيفه وهنا يا لاستاسيون دي تاكسي برك بعيده على محطه الحافلات 150 متر فقط معناها كنت قادر تقدم السياره تاعك لاستاسيون دي تاكسي ديش خمسي زيارة انا ثمانية زي شوف يدي هاني قاعدي وكل خبر دوكا واش يترتب على هاد الوقوف تاعك يترتب مخالفة مخالفة تاعك واش فيها مخالفة تاعك نسحبوا لك دفتر المقاعد مع رخصة الاستغلال ونديروا لك استدعاء استدعاء جاء عندنا المصلحة الولائية للأمن العمومي في مكتب النقل هما يتخذوا ضدك الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة نوقفوه طلبوا منه وثائق المركبة نعينوا وثائق المركبة أسكو عنده رخصة الاستغلال أسكو عنده دفتر المقاعد أسكو عنده رخصة السياقة نراقبه تاني كذلك نراقبه شهادة المراقبة التقنية لو كونترول تكنيك علاش سخنت له السيارة أسكو هو لا يقوم بالمراقبة الدورية للسيارة تاعه ولا لا لا حنا في هذه الحالة واش نديرو كي نسيبو كلش ريكلومونتير واش نديرو بما أنه الحجة تاعه ضعيفة نوقفوه نحولوا دفتر المقاعد مع رخصة الاستغلال يتقدم عنا نديروا له استدعاء نقدموا له استدعاء يتقدم عنا المصلحة الولائية للأمن العمومي عنا مكتب خاص مكتب سيارة الأجرة مكتب النقل نسموه احنا مكتب النقل يتقدم عنا يتاخذوا ثم يتاخذوا ضد الإجراءات القانونية اللازمة ويسحبوا له دفتر المقاعد وكذلك يفوت السيارة تقدر تلحق حتى للمحشر السيارة تقدر تلحق في هذه الحالة حتى للمحشر لأنه شكل عرقلة مرورية كبيرة مرة.